السيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد. قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراوني إن المجلس ناقش 37 قانونا في 49 جلسة تشريعية ورقابية عقدها خلال الدورة العادية الثالثة للمجلس. الطراوني أوضح في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن النواب وجهوا خلال الدورة 292 سؤالا، أجابت الحكومة على 220 منها، كما قدموا 9 استجوابات وردت الإجابة على 6 منها، بالإضافة إلى طلبي مناقشة، 6 اقتراحات بقانون، 92 مذكرة نيابية أجابت الحكومة على 28 منها فقط. الطراونة دافع عن قرار المجلس بخصوص مشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني، لافتا إلى حق النواب إعادة مناقشة مادة أو أكثر والتصويت عليها إذا طلب ذلك 10 من أعضاء المجلس، ولا يعني ذلك أن المجلس انقلب على نفسه. رئيس المجلس قال أن هذه الدورة تعد من الدورات الإصلاحية، حيث نوقش فيها تعديل الدستور الأردني، قانون الانتخاب لمجلس النواب، مشيرا إلى دور المجلس في الدبلوماسية البرلمانية وحواراته حول القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية من خلال الزيارات البرلمانية. تفاصيل المؤتمر الصحفي نتابعها في التقرير التالي. تركزت على كافة النواحي السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والقضاء والقوانين المتعلقة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، حيث تعتبر هذه من الدورات الإصلاحية لأنه نوقش فيها تعديل الدستور الأردني وقانون الانتخاب. لم يكن غائبا أبدا مجلس النواب عن دوره السياسي. إذا بتتحدث إنه كل الوفود اللي أمت الأردن على مدار السنوات انعقاد مجلس النواب، كانت لجان المجلس تعمل بخلية نحل وكانت تلتقي مع هذه الوفود ومن ثم تشرح وجهة النظر وبسقوف أعلى بكثير مما كانت تستمع لها من جانب الحكومة. لكن بعد يعني تمحيص وجردة حساب ما بيننا، وجدنا بأنه لو يعيد أن يكرر نفسه لن نذهب إلى ما ذهبنا إليه سابقا. هذا ما صرح به رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراوني خلال مؤتمر صحفي عقد في دار مجلس الأمة حول إنجازات المجلس خلال الدورة العادية الثالثة. الطراوني أشار إلى أن الدورة العادية الثالثة تعد من الدورات الإصلاحية، حيث نوقش فيها تعديل الدستور الأردني وقانون الانتخاب لمجلس النواب، بالإضافة إلى مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد ومشروع قانون لا مركزية، علاوة على إقرار المجلس للموازنة العامة للدولة. وفي مجال الرقابة البرلمانية، قال الطراوني إن النواب قدموا خلال هذه الدورة 292 سؤالا و9 استجوابات وطلبي مناقشة و6 اقتراحات بقانون و92 مذكرة نيابية، وتحدث 130 نائبا في بند ما يستجد من أعمال، وأجابت الحكومة على 220 سؤالا ووردت الإجابة على 6 استجوابات، كما تمت الإجابة على 28 مذكرة نيابية. إنجازات وإقرار قوانين، مراقبة الحكومة ومحاسبتها، متابعة للشؤون الداخلية والخارجية، وفي الكفة الأخرى ندم على دعم الحكومة ومحاولة إبراز ضعف الأخير في مقابل قوة المجلس التشريعي، ليبقى الشارع الأردني الفيصل في تقييم عمل مجلس النواب وبدأ إنجازه للمهام التي وجد من أجلها. إذن نناقش في حلقة اليوم تقييم مجلس النواب 17، أين أنجز؟ أين أخفق؟ ما مدى رضا الشارع عن أدائه؟ كل هذا وأكثر نناقشه مع ضيفينا النائب المهندس رائد الخليلة ومدير عام مركز حياة لتنمية المجتمع المدني راصد الدكتور عامر بني عامر. نبدأ الحوار بعد فاصل قصير. اهلا بكم، نبدا حوارنا لهذه الليله وارحب بضيوف الكرام نائب المهندس رائد الخليل، اهلا بك، شرفت بحضورك. هلا سيدي، يا حيلا، مساء الخير. ومدير مركز مدير عام مركز حياه لتنميه المجتمع المدني راصد الدكتور عامر بني عامر، اهلا بك، شرفت. مساء الورد، يعطيك العافيه. سؤال شارك الليله عبر تطبيق رؤيا، السؤال يقول: كيف تقيم اداء مجلس النواب 17 بالمجمل، جيد، متوسط ام ضعيف؟ مره اخرى، سؤال شارك الليله عبر تطبيق رؤيا، السؤال يقول: كيف تقيم اداء مجلس النواب 17 بالمجمل، جيد، متوسط أم ضعيف؟ ضيوف الكرام أهلا بكم مرة أخرى، وأبدأ منك مهندس رائد، تقييم هذه الدورة الأخيرة العادية الأخيرة، نعم، من عمر مجلس النواب، كيف تقرأه؟
كيف تقيمه؟ سيدي أول شيء مساء الخير لك لوظيفك الكريم. أهلا. وتحية لك ولنبض البلد ولرؤية اللي إحنا صراحة صرنا 4 سنوات ماشيين معها يوم بيوم وحلقة بحلقة، وهي من الحلقات المثيرة جدا صراحة على في التلفزيون الأردني. وقبل شوي أنا لما دخلت أنا قلت يعني أنا أتشرف أني أفوت على هذا المبنى العظيم وعلى هذه الساحات العظيمة التي أنتجت مثل هذه القناة حقيقة المؤثرة. شرفتني في, في, في المملكة وعلى المستوى الإقليمي والوطن العربي. كيف أقيم هذه الدورة؟ هي سيدي أعتقد هي من أضعف الدورات اللي إحنا مرقنا فيها. أضعف الدورات. أضعف الدورات نعم. هذه الدورة الرابعة، في دورة غير عادية زائد 3 دورات عادية، فهمت علي كيف؟ هذه الدورة الأخيرة هي كانت أضعف الدورات للأسباب التالية. أول شيء وصل النواب إلى مرحلة كبيرة جدا من اليأس للتعامل مع الحكومة. اثنين وصلنا إلى مرحلة من عدم الوضوح في نهاية خلينا نقول النفق هذا اللي إحنا فيه. نفق إيش اللي أنتوا فيه؟ لا نفق اللي هو يعني إحنا مروحين مش مروحين، قاعدين مش قاعدين، وبالتالي كل هذه الدوامة. هذه الدوامة. الحديث عن رحيل المجلس. بالضبط. فهمت علي كيف؟ الإشاعات الكثيرة جدا، المواقع الإلكترونية، تصور إنه أنت كنائب لا تعلم المستقبل المخبأ لك، أنت لأنه أنت ما عندك ديدلاين أو حد معين أنت تشتغل عليه وتعرف إنك أنت في 28/1 أنت مروح وخلاص أنت بتشتغل 28/1 بكل الجدية وبكل يعني وبكل خلينا نحكي الاستطاعة اللي عندك. طيب. لذلك هذه كل هذه الأمور تراكمت فوق بعض البعض، بالإضافة إلى الكثير من المناكفات اللي صارت مع الحكومة، فهمت عليك؟ كثير جدا من المناكفات أدت إلى وصل النائب إلى مرحلة القنوط، فهمت عليك؟ فأصبح يؤدي دوره مش الرقابي، دوره حقيقة التشريعي، واللي هو بأخذ راتب عليه هذا، فهمت عليك؟ وبالتالي إحنا صراحة لا مش لازم نحكي عنه، إحنا عملنا وإحنا أبطال، عملنا 174 قانون، أصلا هذا شغلك مشان تعمل أنت 174 قانون، مش إنه يعني إشي إحنا نتمنى فيه على الشعب. فعملنا قوانين كثيرة جدا وطلعنا قوانين كثيرة جدا وقوانين مهمة جدا الصراحة في خلال ال4 دورات الماضية، لكن هذا شغلنا، هذا 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 صميم الشغل تبعنا. لكن احنا باعتقادي انه في هذه الدورة كان هنالك تباطؤ، كان هنالك المورال المعنوية كانت اقل بكثير، عدد الحضور وبالتالي اثر على الحضور واثر على المشاركة الصراحة. كلام جميل. يعني انا ما عجبتني هذه الدورة اطلاقا. طيب الدورة العادية قبل ما نحكي عن مجمل عمر مجلس النواب ونقيمه بمجمله، هذه الدورة كيف تقرأها؟ كيف وجدها راصد؟ والله حقيقة لا يعني لا يختلف تقييم عن تقييم سعادة المهندس رائد، لأنه الدورة الأخيرة هي من أضعف الدورات أداء سواء على صعيد الرقابة ولا صعيد التشريع، ولعله يعني ما زال المنحنى من الدورة الأولى مستمر في النزول وصولا إلى يعني ما وصل إليه في هذه الدورة. يعني إحنا بنحكي عن الدورة الأولى واللي هي دورة غير العادية الأولى. نعم. والدورة وهبط في نعم. الدورة العادية الأولى. نعم. ثم هبط أكثر في الدورة العادية الثانية، وفي الثالثة نعم. هبط أكثر فأكثر. نعم. نعم. هبوط مستمر في الأداء بمعنى نعم. آخر. إذا ما أردنا التحدث عن مجمل الأداء، يعني دعني أستعرض رقمين أو 3 مهمات جدا. بنحكي عن عدد الأسئلة مثلا اللي شهدها المجلس في الدورة غير العادية الأولى من 1191 سؤال هبطت إلى 292 سؤال في آخر دورة. فيعني في الدور الرقابي نتحدث عن يعني أول دورة 1191 سؤال، في الدورة الأخيرة كانوا 292 سؤال، فإحنا نتحدث عن يعني تراجع. المذكرات تم تقديم مثلا 191 مذكرة في الدورة غير العادية الأولى، فبرضو هبطت إلى 89 مذكرة في الدورة الأخيرة. نتحدث عن طلبات المناقشة كانت 15 في الدورة غير العادية الأولى، آخر دورة كانت طلبين مناقشة. بالمجمل العام بكل الأدوات على عكس كل برلمانات العالم، الدورة العادية الأخيرة كانت أضعف الدورات للمجلس. في عادة الدورات البرلمانية في العالم الدورة الأخيرة في البرلمان تكون أقواها، لأن النواب يكونوا يسعوا إلى الشعبية وبالتالي يحاولوا أن يحسنوا الأداء حتى يكون موسم الانتخابات هو الأهم بالنسبة لهم. تأخذها إيجابية ولا سلبية؟ لا 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 لا. ما بسعون هو لا لا أنا بحكي على لا أنا بحكي أنا بحكي إنه يعني حتى بالمقارنة بما يجري بالبرلمانات، ولكن أنا باعتقادي البرلمان فقد الأدوات اللي ممكن يحسن فيها الأداء بالدور البرلماني الأخيرة، وهذا له الأسباب. يعني إذا ما أردنا ندخل في هذا الأسباب ممكن نذهب إلى تحليل له علاقة
متلازمة الصوت الواحد اللي دخل فيها البرلمان. يعني هذه المتلازمة الصوت الواحد اللي هي كانت نتيجة انتخابات الأخيرة، هذه المتلازمة أدت إلى أنه البرلمان دخل بشكل فردي، النواب حاولوا أنهم يستجمعوا بعض الكتل والعمل الجماعي في الدورة العادية غير العادية الأولى. كان هناك إلى حد ما توافقات في البداية، لكن هذه التوافقات بدأت تضعف شيئا فشيئا. فالانطباع العام عن أداء مجلس النواب بأنه لم يستطع أن يكون هناك عمل كتلوي حقيقي داخل المجلس، وبالتالي كيف تتوقع أن يكون هناك أداء رقابي إذا ما أردنا نتحدث عن الرقابة مثلا بدون وجود عمل كتلوي؟ يعني لو المساعد المهندس بده يقترح أسئلة ما بقدر يكمل للآخر، لأنه ما في عنده يعني كتلة أو فريق يدعمه يستمر في العمل معه. أنا بس بدي أسأل في الجانب الأول، انخفاض أداء مجلس النواب من الدورة غير العادية الأولى إلى الدورة العادية الثالثة، رغم أنه يعني موضوع رحيل المجلس قد يدفع النواب للعمل أكثر، أكثر. نعم. الأصل أن يعمل أكثر طبعًا. النواب لغايات تبرير مواقفهم من قواعدهم الشعبية على أقل تقدير. يا سيدي احنا لما بدأت الدورة العادية الغير عادية الأولى كان تقريبا 93 نائب جداد، وكانوا كلهم حقيقة حماسة وحماسية، يعني مندفعين إلى العمل، وكان كل واحد منهم يحاول يثبت ما كان يصبو إليه، كل منهم على حدة، وبالتالي كان الواحد يعني يركض ويقاتل يمينا وشمالا مشان أنه يحصل جزء من البرامج الانتخابية اللي هو نزل عليها، جزء من الأفكار اللي كان يسعى إليها. وبالتالي كان هناك كثير من الأسئلة أصلا اللي هو كانت في جعبته من الجمهور. أول ما صار نائب، هو نائب جديد لأول مرة، بدأ بإرسال هذه الأسئلة، ووجد أن هنالك تباطؤ كبير جدا من الحكومة بالإجابة على هذه الأسئلة. الآن الحكومة بتقول لك لا، احنا جاوبنا 60-70% من هذه الأسئلة. نعم كانت الإجابات موجودة، لكن هذه الإجابات مجزوءة منقوصة لا تفي بالغرض إطلاقا، وأنا أتحدى إنه أي سؤال تم سؤاله تمت الإجابة عليه كان شافيا ووافيا، وعلى الأمثلة على ذلك كثيرة جدا جدا. ناهيك عن كثير من الأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها، والتي لها علاقة على سبيل المثال ببعض الأمور الحساسة، برجع لك جواب إنه هذه من الأمور المكتومة أو الحساسة التي لا نستطيع الإجابة عليها، وهذه كثير من الأسئلة. وبالتالي شو اللي صار عند النائب؟ صار عند النائب ردة فعل عكسية، إنه هو بدأ يصرخ ويسب ويلعن ويشتم ويصيح، لكن هذا أدى إذا لم يصل إلى به إلى أي نتيجة، فتوقفت الناس عن إرسال هذه الأسئلة، لأنه إيش؟ لأنه ما في فائدة صراحة. وطلع أن كثير من النواب على المواقع الإلكترونية وعلى الإعلام لعله أنه يسعفهم، ولكن حقيقة الحكومة لم تستجب لهذه النداءات. إحنا طيب. سمعني أسألك سؤال، في هذه الدورة أقر قانون الانتخاب، نعم. دورة عادية بحكي الأخيرة، وبعض النواب وجدوا في هذا القانون أنه يعني قد لا يكون لهم سبيل للعودة إلى قبة البرلمان، فانتهى دورهم. هل هذا كان فعلا 100% هذا واحد صحيح. من مبررات طبعاً واحد من المبررات انه هذا القانون لا يسعف الكثير من ال 150 نائب اول شيء القائمه الوطنيه، هذا بالمجمل حقيقه يمكن يكون خارج السباق الان، لانه هو كان يعمل على مستوى الوطن، كان له نظريه حزبيه، كان له نظريه على مستوى الوطن، وفشلت طبعا هاي النظريه داخل البرلمان ولم تكرر في قانون الانتخاب. انا واحد منهم طبعا، انا اصلا يعني انا فقدت الامل في اني انا يعني اكون منتج لهذا الوطن ولهذا البلد من خلال مجلس النواب، فقدت الأمل من تقريبا من 4 أشهر أو 5 أشهر، يعني وصلت إلى مرحلة اليأس والقنوط صراحة، يعني لأنه أنت واصل إلى هذا. أنا وصلت إلى هذا المجلس وكان في جعبة الكثير من المساقات والمحاور اللي أنا بدي أشتغل عليها، سواء كانت اقتصادية اجتماعية بالسياحة بالعمل بالزراعة، وتقدمت بكثير من المذكرات عليه كيف، على أساس أنه أنا كنت أعتقد بأن هذه الحكومة ممكن تتفاعل مع النائب، على الأقل ما فيها تسأله تقول تفضل علينا والله الفكرة اللي أنت طارحها ما بتزبط، أو الفكرة اللي طارحها والله إيجابية خلينا ندرسها. لم يرجع لي أي وزير من الوزراء ولا رئاسة الوزراء بأي فكرة أنا قدمتها لرئاسة الوزراء في كل القطاعات. إحنا كل واحد يعني أنت يعني لازم تأخذ من ابن الشارع، لازم تأخذ منه فكرة يمكن تنجح، مزبوط ولا لا؟ لكن الحكومة هذا موضوع برموه في سلة المهملات، وبالتالي يسبب عندك اليأس والقنوط يعني بلرانا على قلوبهم. طيب. صار فينا رونا. دكتور عامر، نستعرض مجموعة أرقام إذا ما أردنا أن نقيم، وإحنا ممكن نتابع هلا ملخص إنجازات مجلس النواب 17 في الدورة العادية الثالثة فقط، لكن إذا أردنا أن نخرج من إطار دورات محددة وتحدثنا عن عموم أداء مجلس النواب في 4 سنوات إلا قليلا، يعني راح نتابع الملخص وبنحكي في مجموعة أرقام ذكرناها في مقدمة الحلقة وذكرناها في التقرير، وهي عن الأسئلة والاستجوابات والمذكرات وعن الجلسات، كل هذا يعني هاي أرقام اليوم استعرضها رئيس مجلس النواب، لكن تحدث عن الدورة الثالثة. إذا أردنا أن نتحدث عن عموم أداء مجلس النواب
في الأربع سنوات. نعم. كيف ممكن نقيم هذا المجلس صراحة؟ يعني نحكي بكل صراحة، أنا إذا بدي أقيم مجلس النواب بدي أنظر لدور مجلس النواب الدستوري اللي لأجله جاء مجلس النواب. لماذا جاء مجلس النواب؟ رقابة وتشريع. رقابة وتشريع. طيب. فنقيمه من الجانب الرقابي. الجانب الرقابي للأسف الشديد يعني لم ينجح مجلس النواب على الإطلاق أن يؤدي دورا رقابيا. وهذا ودليل على ذلك أنت الآن كنت بتحكي عن الدورة الأخيرة العادية الثالثة، مزبوط؟ أنا ما بهمنيش إنه النائب وجه إنه مجلس النواب وجه 292 سؤال. لكن انت بدك تسال حالك، احنا بهمنا الجواب على كم من سؤال تم اجابه، وكم من سؤال تم اجابته في المده القانونيه، وكم سؤال لم يجاب عليه وبقي بدون استجواب. هذه هي خطوره الجانب الرقابي. الجانب الرقابي انه هناك كثير من الاسئله لا يجاب عليها في المده. قديش الارقام عشان نحكي بارقام؟ الارقام انا بحكي بارقام اذا مثلا من الدوره الاخيره احنا بنحكي انا اكثر من 92 سؤال لم يتم الاجابه عليها من اصل 292 سؤال مثلا. انت بتحكي تقريبا هذا يجب الإجابة عليه خلال 15 يوم. انت بتحكي عن تقريبا ثلث الأسئلة في الدورة الأخيرة لم يجاب عليها مثلا، على سبيل المثال. اذا ما اردنا نحكي مثلا عن عدد الاستجوابات، 9 استجوابات، 5 بس اللي اجيب عليها. يعني بتحكي عن 55% فقط اجيب عليها، 6 يجاب عليها او يعني ما هو في حسابات يعني ما هو حجم الإجابة حتى استجواب الإجابة منقوصة يعني لا تفي بالغرض المطلوب. الإجابة على الجانب الرقابي إذا ما أردنا التحدث عن الجانب الرقابي ليس فقط أن أتحدث عن أرقام كم هي عدد الأسئلة والاستجوابات ولا غير ذلك. نتيجة هذه الأرقام تثبت بشكل قطعي أن هناك دور حقيقة محدد للمجلس النواب في، وأنا باعتقادي هذا المجلس كان أضعف المجالس في الأداء الرقابي. الأضعف أنا باعتقادي رغم كم الأسئلة على الرغم من كمها، كان في أسئلة استعراضية لا أكثر ولا أقل. نعم، هناك الكثير من الأسئلة اللي كانت استعراضية اللي قدمها نواب لأجل الحصول على مكاسب أو مصالح خاصة من بعض الوزراء أو للمضايقة بعض الوزراء، ولكن في المحصلة لو تمت الإجابة على جميع الأسئلة وتمت التعامل مع هذه الأسئلة بشفافية ستخدم الرأي العام وستشكل قوة ضاغطة على الجهات الحكومية لتصحيح كثير من المسارات، ولكن هذا الحكي لم يحدث. نأخذ جانب آخر من الجانب الرقابي، تقارير ديوان المحاسبة. ديوان المحاسبة أهم الأدوات اللي بيملكها مجلس النواب. أين نقاشات تقارير ديوان المحاسبة؟ لماذا لم يكن هناك دور فاعل لمجلس النواب في تقارير ديوان المحاسبة؟ لماذا تبقى على الأرفف تقارير ديوان المحاسبة؟ فكثير من المؤشرات التي يمكن الاستدلال بها بأن أداء مجلس النواب الرقابي كان أداء ضعيفا، لم يرقى إلى مستوى الطموح، وبقي لنقل في مستوى المجاملات في أغلب الأحيان. وهناك سبب أساسي برجع بأكد عليه، لأن النواب لم يستطيعوا أن يكونوا قوة ضاغطة الفردية. طيب. متلازمة الصوت الواحد رفع قصر الفردية. نعم. مهندس رائد، نعم سيدي، المجلس هو الأضعف رقابيا، تتفق؟ أتفق معه 100%. إحنا حقيقة لو كان في عنا القدرة إن إحنا نراقب هذه الحكومة كان روحناها قبل 4 سنين. إحنا فقدنا ثقتنا بنفسنا لما إحنا ما قدرنا نروح الحكومة أول مرة وثاني مرة، وبالتالي بعديها ما ظلش هذا السلاح الوحيد اللي كان بيدينا. كم سؤال قدمت انت؟ يعني كم سؤال قدمت في 4 سنين؟ 300 سؤال، انا ما جاش منهم الا 13 سؤال بس، وبالتالي الوضع كثير سيء. لا تفكر يعني لا تلوم كفي اذا السيف نبى، صح من العزم والدهر ابى. سيدي انا بالنسبه لي شخصيا بقول لك انا فقدت الامل في هذا المجلس، مش هذا المجلس واللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي قبله، لانه الدستور الاردني يفرض عليك ان يكون لك استقلاليه ما بين مجلس النواب والمجلس التنفيذي او السلطه التنفيذيه التي تقوم بكل شيء ولها كل الاذرع الطوله مع الاعلام ومع الفلوس ومع الدرك ومع الجيش ومع كل الدوائر. وبالتالي النائب شو يقدر يقاتل كل هذه الاسلحه؟ ما بيقدر اطلاقا. السلاح الوحيد انه يعني انه يطرح الثقه بهذه الحكومه، ما بيقدر. هو بيعرف انه ما بيقدر، وكل الدول بتعرفه، انت بتعرف انه احنا ما بنقدر. وبالتالي وين رئيس الحكومه يقول لك روح اطرح الثقه فيه، بتروح تطرح الثقه فيه بيطلع عندك 30 40 واحد يقولوا لا، و120 بيقولوا اه. طيب شو هالحكومه؟ شو يعني يعني؟ وبالتالي انت كمجلس نيابي رقابي انا بعتقد فشلت فشل، انا شخصيا فشلت فشل كبير جدا في هذا المجلس، وبالتالي الفشل كامل على المجلس باعتقادي. من ناحيه تشريعيه القوانين لو كان عددها 200 ولا 400 ولا 500 هذا واجبهم عم باخذوا عليه راتب. من عليك يعني بناخذ راتب على الشهر، مش بالتالي وفي يعني هذا هذا راتب تاخذ عليه انت مشان تشتغل وتشرع لهالناس، مزبوط ولا؟ يا ريت بتشرع صح مرات في كثير من المواد، انت المواد اللي لازم تكون لمصلحه الشعب تجير بطريقة أو بأخرى لمصلحة جهات أخرى، للأسف الشديد يعني. طب إذا بدي يعني وبالتالي أنا أقول لك يعني أنا شخصي حقيقة غاضب على نفسي وغاضب، ولن أرجع للانتخابات النيابية مرة أخرى. أنا بعلنها الآن على قناة رؤية. ليش؟ لأني لم أستطع أن أغير إطلاقا، ولن أغير، ولا يوجد هناك أمل في التغيير. وبالتالي أنا طيب. يعني جلست يعني قلت خليني أترك هذا الموضوع، لأنه حقيقة إشي ببطل مرارة الكبد. طيب اسمع، يعني انا بدي انا عندي تعقيب، وانا بدي اتحفظ على جزء من اللي حكى سعادة المهندس. يعني انا الحديث اللي بيحكي سعادة المهندس سمعناه من معظم من النواب في مجلس النواب،
إذا كل النواب بيقولوا نفس الكلام، إذا وين المشكلة؟ إذا أنت كنائب موجود في البرلمان بتقول لك أنا مش قادر أحاسب الحكومة، وأنت عندك صلاحيات دستورية أنك أنت تسحب الثقة من الحكومة، وعندك صلاحيات دستورية تستجوب وزير وتنتهي بالاستجواب بأنك تسحب الثقة من هذا الوزير، ولا استجواب من الاستجوابات كملت، ولا استجواب من ولا استجواب استطاع النواب أنهم يشكلوا قوة ضاغطة ويسحبوا ثقة من وزير. لو كان أنا باعتقادي مع احترامي لطرح سعادة المهندس، لو كان النواب قدموا تنازلات فيما بينهم، وهذه هي أكبر مشكلة عانها مجلس النواب. يعني إحنا كل واحد مننا بده يشتغل لحاله، وبالتالي ما في حدا قبل يقدم تنازل على أنه ينسجم مع الآخرين. وحتى يعني حتى أفضل النواب أداء في مجلس النواب اللي قدموا مئات المداخلات ولا آلاف المداخلات النوعية والكمية والأسئلة وغير ذلك، لم يستطيع أن ينسجم لو مع 10 نواب آخرين اللي شكلوا قوة ضاغطة على الحكومة. وبالتالي أنا بوجه اللوم لسعادة المهندس ولكل النواب، لكل لا 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 لكل النواب، لأنه لا تفرح، لا تفرح بالجايين أكثر منه. أنا الأمور قاعدة تعمل أفلانش انهيار كامل. هذا لأن إحنا سيدي إحنا فتنا على قانون صوت واحد. كيف بدك إياه نتوحد داخل البرلمان يا سيدي؟ أنا قلت من البداية متلازمة صوت واحد، متلازمة صوت الواحد. أنت ما جبتش جديد، إحنا 150 صوت عندنا موجود، كل واحد بيحكي عن الثاني. أنا بحكي لك في بعض النواب بقدم مداخلات مفصلية مهمة جدا، مين مع هذه المداخلة؟ وأنا أعلم تمام اليقين بأنها مداخلة مهمة جدا بتفرج ما في واحد يفايده معه. ليش؟ شو السبب؟ يا أنه النائب نايم بلعب في الموبايل، أو أنه في توجيه أنه هذا مبنى. لا بس هو اللي حتى اللي قدم المداخلة المفصلية هو لم يقدم تنازل لزملائه أنهم يكونوا جزءاً، عشان نكون واضحين مع بعض. إحنا عشان ما أنا يعني هي المشكلة بين الكل، يعني ما حدا قدم تنازلات لبعضه، الكل بده يظل محافظ على انه انا هذا من ناحية مجلس النواب. انا احكي لك شغله، لكن الأسوأ والاكبر كارثه اللي هي الحكومه الموجوده حاليا برئاسه الدكتور عبد الله منصور، الصراحه كارثه كبرى. صار 4 سنوات يا رجل في كارثه. ليش يعني مسحت الثقه منها؟ احنا كشعب مش قادرين نشيل عبد الله منصور يا اخي. ليش انت ما قدرنا نشيله ولا قدر نشيله؟ احنا نتمنى على جلاله الملك انه يروح هذه الكارثه عن البلد. يا سيدي جلاله الملك قال يروحنا معه، قلنا انسان اقتصادي، البلد مدمره اقتصاديا لا سياحه. يا سيدي هذا ثقه وعدم الثقه. لا لا بس محمد يعني عم تحكي عن الشغلات المهمة جدا التي تؤثر على المواطن هي من الحكومة. جلالة الملك قال تبقى الحكومة ما دام مجلس النواب راضي عليها. مش راضين عليها. ليش ما سحبت الثقة منها؟ يا سيدي ليش ما سحبت الثقة منها؟ أخذت ثقة أكثر من مرة. ليش ما سحبت الثقة منها؟ عندك كانت فرصة، عندك فرصة وثنتين وثلاث كانت تسحب الثقة من الحكومة، لم تسحب الثقة من الحكومة. أنا ما بدافع عن الحكومة الحالية، بس أنا بقول سيدي ما كان مجلس النواب. أنا بقول لك الخطأ واضح والخطأ بين، فهمت علي كيف؟ ونحن مدموغين إلى يوم القيامة في هذا الكلام. طرح الثقة المرتين، احنا هذه ستبقى ملازمة لنا حتى ولد الولد. المجلس طيب. اللي اعطى ثقة لعبد الله منصور مرتين وهو يعلم تمام العلم بانه هو اللي خرب البلد. هذا رأيك ويعني طبعا رأيه لا رأي رسمي، رأيك سيدي. أنا بأكد إنه رأيك فقط، مضطر إني أكد إنه رأيك. الجلسات التشريعية والرقابية لمجلس النواب 17، إذا ما استعرضنا هذه الجلسات وتحدثنا عن الدور الرقابي والدور التشريعي المجلس، إذا بنستعرض سوية هذا الموضوع في الدورة الغير العادية الأولى، كان في عنا 35 جلسة، 65.7% منها رقابي و 34.2% منها تشريعي. في الدورة العادية الأولى 56 جلسة، 32% تقريبا رقابي، 51% تشريعي، و 16% رقابي وتشريعي. في الدورة العادية الثانية 61 جلسة، 27% أو 28% تقريبا رقابي، 67% تشريعي، ورقابي تشريعي 4%. وفي العادية الثالثة 22% رقابي و 78% رقابي من أصل 49 جلسة. لاحظ كيف إذا بتستعرض الأرقام الدور الرقابي بينزل 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 كل ما اقتربنا من نهاية المجلس. لو في كمان دور رح يصير صفر. لا يتلاشى الدور الرقابي للمجلس مع امتداد العمل، وهي هي المشكلة الحقيقية اللي واجه المجلس. كمان المجلس يعني خلينا نكون واضحين، لم يستخدم حتى النظام الداخلي. يعني في كثير من كيف هاي؟ يعني مثال، أنت عندك سؤال حولته لاستجواب، ما بتابع النائب. يعني أنا في نواب بالجلسة قال أنا أحول سؤالي لاستجواب، لم يذهب حتى الأمان العام إنه يسجل هذا الاستجواب. قديش هذول مسجلين مع معرفين؟ في عند الاستجوابات قليلة. يعني الاستجوابات كانت قليلة مش كثيرة. يا سيدي ما ماشي، بس الاستجوابات يعني ليس من. أنت فكرك يعني لما يقول بدي أحول لاستجواب قديش هذا النائب يجاء تليفون مشان إنه يكتفي بالإجابة؟ قديش يعني؟ مين يعني؟ أي نائب بيجي بحول لاستجواب
تكرفت عليه كل الناس اللي بعرفه واللي بعرفه وشو ابن عمه وابن خاله والدكتور الفلاني يبومون عليه لا تفكر يعني الشغله. انت بحكي معك عامر بن عامر مثلا ابو يوسف شو بدك السواب يا زلمه سيبك والله زلمه هي عندي ابن عمنا وقرابنا هذا الحكي بصير قال فهمت علي كيف خلاص مشانك ابو مشان عيونك عامر بيك انسى الموضوع خلاص هذا دوركم يا سيدي يا سيدي دورنا انتهى الموضوع شو بدي احكي لك هذا دوركم احنا نقول لك احنا جايين من سويسرا احنا من هون جايين جاربج ان جاربج اوت شو فهمت علي كيف الناس اللي انتخبتنا احنا الحق على الناس مش علينا احنا الناس لازم تختار الناس الاقوياء الاشداء يعني اللي عندهم بأس شديد صراحه يعني واللي عندهم من المعرفه بمكان انه يستطيع انه يحكي لعبد المنصور لا وقف في مكانه مش لحاله لانه لحاله لا يمكن يقدر يسوي شيء احكي لي عن كتله نيابيه موجوده داخل مجلس النواب كانت من القوه بمكان انها توقف قدام رئيس مجلس النواب تحدث اليوم انه لو عاد به الزمن لما كان مكان ليش يعني ليش شاطر اليوم هو بدي افهمه كله عاطف طراونه هو ورجانا مرجل اليوم ليه ما ورجانا مرجله ايام طرح الثقه الاولى والثانيه لما كان هو يطبطب على 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 عبد المنصور على كل الدوله احنا هيبتنا من احنا هيبه المجلس كله من هيبه الرئيس مجلس النواب وهنا برجع لك بقول لك احنا 100 نعطي لعاطف طراونه ثقه لهالدرجه هو مقدس يعني اصلا ما خرب هذا المجلس انا باعتقادي وصلوا الى ما وصلنا اليه الا عاطف طراونه طيب المهندس عاطف طراونه حق الرد فقط عشان تكون الامور محفوظه لانه يعني اسمع وجهه نظرك في هذا الموضوع انا يعني هل 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 حقا يندم مجلس النواب على منح الثقه اليوم من خلال الارقام من خلال رصد مجلس النواب في 4 سنوات وتعاطي يعني الحكومة مع يعني المجلس. يعني إذا ما اجتمعت مع النواب مفردين من خلال عملنا ورصدنا اليومي بالتعامل مع مجلس النواب تجد بأنه أغلب النواب المطلق بجوز فيه عدد قليل يعني مع الحكومة لكن العدد المطلق هو كان دائما يتحدث بأنه ليس مع الحكومة. هل أنا باعتقادي هذا الموضوع كان يعني أحيانا يكون منطقي أحيانا يكون عاطفي لأنه كمان سحب الثقة من الحكومة ليس يعني ليس أمرا سهلا أنه كل يوم أنا بدي أسحب ثقة من الحكومة وبدي أغير هذه مؤسسات لكن الأصل بأنه إذا كانت الحكومة بتعرف أنه هذا المجلس أو هذه المجموعة النيابية عندها القدرة على أنها تحاسبها عندها القدرة على أنه والمجلس كان عنده بعض التجارب يعني مش تجارب كبيرة بس مثلا بموضوع استوانة الغاز اللي هو بنص الدينار شدوا حالهم شوي النواب بدناش نقول كثير شوي شدوا حالهم تراجعت الحكومه لانه كان انه لا يا بتتراجع هذيك المذكره سيدي انا اللي بديت فيها تبعت بصرف النظر انا بحكي عن مثال اللي تبعت اسطوانه الغاز انا بحكي جمعنا 76 واحد عفوا جمعنا 76 واحد في مذكره واحده اجى ثاني عبد المنصور وقال ما بنرفع أيوة يا سيدي المجلس قوي أنا اذا بده يصير قوي بياثر على الحكومه بوقف عند حده السؤال اللي بطرحه دائما مين اللي كان يمنعك تصير قوي؟ انت كنت منتخب شعبيا وعندك حصانه من المواطنين وانت اقترحت 55 اقتراح بقانون قدمها المجلس 55 اقتراح بقانون لم ينجح بتمرير قانون واحد فيها طول. 55 هذا اقتراح هذا في عمر المجلس 4 سنوات نعم. 55 مقترح بقانون ولا واحد ولا واحد منهم صار قانون ولا واحد حتى تم مناقشته ولا تمت مناقشته كان يستطيع النواب اللي قدموا 55 مشروع قانون كان يستطيع هذول النواب انه يجي انا اليوم انت مقدم لي مقترح قانون تعليم ماشي انا عندي مقترح قانون ما بدي اناقش مقترح جاي من الحكومه النواب لم يفعلوا النظام الداخلي اللي بيعطيهم صلاحيات كبيرة جدا بس يعني رقم خطير 55 مشروع قانون ما ناقشته 55 ولا قانون منه مقترح قانون حتى تكون الأمور مقترح ما هو يعني تعرف هو يعني يتحول إلى قانون أي مقترحات القانون كانت تجينا ناس كثير في عندهم مشاكل في القانون العمل مثلا في البند فلاني من المادة الفلانية من هذا القانون واضح جدا أنه هذا لازم يتبدل بتقدم أنت مقترح إلى لجنة العمل مثلا لجنة العمل تجتمع ترفع مذكرة إلى رئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب يرفع لرئيس الوزراء طيب إحنا لجنة العمل عندنا كله اتفقوا على اساس انه حنغير هاي المادة ما برجعوش فيها يعني انه صح ولا غلط او يناقشوا فيها اقل ما فيها وبالتالي هذا الموضوع يعني احنا يعني صراحه الان اتمنى على المجالس واعضاء المجالس النيابيه القادمه اسمح لي اقاطعك لانه معنا عبر الهاتف يعني راح يكون معنا عبر الهاتف المهندس عاطف الطراونه ولديه تعقيب على ما يدور من حوار هذه الليله ويعني خلينا نحكي بواقعية لما نحكي 55 مقترح قانون لم يقدم منها شيء تحت القبة طب اللي 55 مقترح نعم وين كانوا النواب عنهم خلال هالجلسات كلها ما سأل وين مقترح يصار يا اخوان سيدي 100% سأل ما بسأل يعني في الغالب أنا في ناس بسأل اوكي اليوم بكره ما اجانا جواب من رئيس الوزراء مهندس. طب انت لما يكون في كتاب مذكرة طالعة او كتاب رسمي عفوا كتاب رسمي طالع من مجلس النواب الى رئيس الوزراء
يعني انا نائب اروح اركز في رئيس الوزراء شو صار فيه؟ يا سيدي مش هيك، يعني النائب يستطيع ان يكمل دورته لاخر لحظه ويتابع القانون. انا بدي اعطيك مثال، يعني حضرتك قدمت مجموعه من الاسئله، في كثير من الاسئله لم تجيب عليها الحكومه، انت شو الجهد اللي بذلته عشان تعرف ليش الحكومه ما جاوبت سؤالك؟ انت كمهندس رائد الغلالي مع احترامي، يعني انت بحكي انك لانك قبالي الان كشخصين يعني. بس انت وغيرك من النواب، انت لم في اسئله من النواب الحكومه لم تجيب على اسئلتك، ليش انت ما قمت بجهد عشان تعرف وين اسئلتك وتتابع وين اسئلتك؟ ليش ما حاولت تشتغل مع مجموعه من النواب الثانيين انه احنا نشكل لوبي ضد الوزير اللي ما جاوبش على اسئلتك؟ هذا سيدي حتى كتله مبادره اللي هي اكثر وحده كتله متماسكه داخل المجلس لم تستطع ان تغير شيء باعتراف مصطفى الحمار. طيب اسمحوا لي، معنا عبر الهاتف رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه. سعادتك مساء الخير. مساء الخير، ومساء الخير الى الاخوان اللي عندك بالاستوديو. انا استمعت الى الدكتور رائد، ورائد من الشباب اللي هو لأول دورة أو لأول مجلس نيابي يقود هذه التجربة. نعم. وسمعت بعض الاتهامات لي شخصيا، أنا بقدر أنه يتهمني زميل، لكن طالما أنه مطلع ومن قلب الحدث مضطر أني أجيبه، لأنه في أي يوم من الأيام أني أنا تحدث مع الزميل أو شاهد أو لاحظ أو راقب اي اتصال لي مع اي زميل لمساندة او مؤازرة الحكومة او اتخاذ رأي معاكس. هذا الاختباء يعني وراء كيل التهم للرئيس بانه هو اللي دعم وما دعم. نعم، كل الشعب الاردني يدعم عشرات الحكومات اللي سبقت، ولكن نصل في بعض النتيجة انه احنا مضطرين ان نقف وراء حكومة عندما نقدر مصلحة وطنية. وإذا الدكتور كان ينتمي إلى كتلة أو إلى مجموعة من الزملاء وحاول أن يطرح أو يستوجب أو يستجوب الحكومة بأي سؤال ورجع من المجلس، فأنا معك على الهواء، بل يتحدث على شاشتك المحترمة التي يقدرها الكثير من أبناء الأردن. عندك تعقيب يا مهندس؟ لا والله يا سيدي، بس إحنا يعني واضح كلام مهندس يعني يتحدث بكل صراحة وبكل وضوح، لم يتصل يوما لم يشاهد. احنا شوف انا بده هو الواحد لما بده يحكي مع رئيس الحكومه ولا يتفق معه على قانون معين ولا عمود معين بده يراجع عليه. انا هذه امانه مجلس نواب، احنا سلمناه هذه الامانه ليقاتل بالنيابه عنا مع الحكومه، ليقاتل بالنيابه عنا مع رئيس الحكومه ويوقفوا عند حده. احنا في اكثر من 10 الى يمكن 10 اللي هي مذكرات لطرح الثقه تم تقديمها لرئاسه مجلس النواب ولم يتم الاخذ بها اطلاقا. مهندس عاطف، هل تم هذا الامر؟ انت ثنتين فقط هن اللي مرق. اسمح لي، والباقيات كلها يعني هذا واحد. يعني احنا لما نجي على طرح الثقه، طرح الثقه انعرض اكثر من 10 مرات او 15 مره من قبل النواب على رئاسه المجلس ولم ونحط. طيب. في الادراج ما تم اتخاذها. مهندس عاطف، انت كرمت، هلا هناك 10 مذكرات طرح ثقه وردت للامان العام؟ ما في 10 مذكرات، فلياتي باسمائهم واذا انهم مصورين، وعاده المذكرات من الزملاء اللي هم بيتواصلوا من خلال الواتساب بيصوروها اولا على الواتساب فليبرزها امامك يا رائد. بس انا بدي احكي كلمه اهم، انه طرحت ثقتين بالحكومه وحازت على ثقه اكثر من الثقه الاصليه، وبالتالي اذا كان المطلوب منه انه يعني كلمه حق يراد بها باطل، ان نعرض الحكومه الى ثقه ثم تاخذ ثقه عارمه، فهذا يصب بمصلحه الحكومه وليس بمصلحه المجلس. اما بالنسبه للقوانين فيعرف سعاده الدكتور بانه يعني المحطات التشريعيه وهو السلاح الوحيد بيد مجلس النواب الرقابه والتشريع، يمر بمشروع قانون من الحكومه ثم ياتي الى المجلس ويناقش الزملاء ويعمل مداخلاتهم ثم تعرض مقترحاتهم الى التصويت ولم تاخذ الاغلبيه المطلقه. فهذا هو حق الرئيس بان يعرضه امام الهواء، وجلساتنا مبثوثه على الهواء، ما كانت مخفيه ولا يتم اتفاق. اما القتال بانه يوقفوا عند حده، احنا مش في معركه في الشوارع يعني انه انا اوقف الرئيس عند حده. الرئيس يطرح مشروع قانون ومن ثم يتقيد بالنظام الداخلي ويطلب الحديث مثله مثل اي زميل ليدافع عن مشروع قانونه، وعندما يذهب الاغلبيه في التصويت لصالح هذا المشروع فما على الرئيس الا ان يعلن النتيجه. نعم، بدي اشكرك كل الشكر رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراوني، كنت معنا عبر الهاتف. راح ارجع لكم ضيوف الكرام في الحوار. سيدي مشاريع القوانين التي تقدم بها النواب واللي جاء الى رئاسه مجلس النواب، لو سمحت يا سيدي ارجوك خليني اكمل لك. في عندنا 55 ما صار فيه شيء، مين يتابع هذول؟
يتابعون الجاي يروح على رئيس الوزراء ولا مجلس الفاصل ولا مجلس النواب بيقول يا رئيس الوزراء وينك انت؟ اسمع وجهه نظرك بعد فاصل قصير. اسمح لي قبل الفاصل انا اذكر بالنسب الاوليه لسؤال شارك لي عبر تطبيق رؤيا. سؤال يقول كيف تقيم اداء مجلس النواب 17 بالمجمل؟ جيد 7%، متوسط 13%، وضعيف 8%. بعد الفاصل نواصل، ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد، مستمرون بحوارنا وضيوفنا الكرام. واذكر بالنسب الاوليه لسؤال شارك لي عبر تطبيق رؤيا. السؤال يقول كيف تقيم اداء مجلس النواب 17 بالمجمل؟ 7% جيد، 13% متوسط، 8% ضعيف. لديك تعقيب اسمعه بعجاله ارجوك. والله انا تعقيب حدا ما نذكر حدا، الله يخليك. والله بس بدي اذكرك فيه انه في عندنا 110 موظف اليوم الحمد لله بدوا الشغل. امبارح انا كنت قاعد مع واحد من النواب بيعرفني على اللي جنب، بقول هذا ابني فلان، بقول له شو، بيقول والله بدا اليوم الشغل في عندنا في البرلمان. فالحمد لله رب العالمين، النواب اللي اعطوا العاطفه الطراونه اصواتهم الان اولادهم اليوم توظفوا، وبالتالي من هنا يعني منين اجى ال100 صوت اللي اخذهم السيد رئيس مجلس النواب. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه سيدي، انا بدي اقول لراصد، بقول من راقب الناس ما تهمني يا راس، انت عم بتراقب العالم وبتراقب الشعب الاردني وبتراقب مجلس النواب وذلك في الرقابه. خلنا كمل انا شخصيا فهمت عليك، اقدر العمل الكبير الذي يقوم به عامر بني عامر، ولكن في نفس الوقت انا عند في محظورات كثيره جدا بالنسبه للجماعه هذول. مع مين مرتبطين؟ لمين بتروح هاي المعلومات؟ شو الفائده من كل هذه المعلومات؟ الجماعه حطوا 4000 واحد في الانتخابات الاخيره، على كل صندوق حطوا 4000 اكثر من هي مستقل الانتخاب. عندهم فلوس عم بودوا فيها نواب رحلات استجماميه لخارج البلد. في عندهم الكثير من الشكوك التي تدور حول راصد بهذه الملايين التي تنفق وتغدق على راصد وغير راصد. ايضا بدي اذكر NDI وGlobal Partners اللي عم باخذوا الناس بيطلعوهم برا شبوهم هواء يعطوهم يعني يصرفوا عليهم. منين هالفلوس هاي بتيجي؟ طيب. وليش بتيجي؟ وليش راصد مهتمين ومدوخين راسهم بهذا الموضوع؟ مين هالمعلومات مستفيد منها؟ انا اشكرك. قبل ان تجيب على كل هذه الاسئله، من اين لكم هذه الملايين؟ كيف تضخونها؟ وليش بتطلعوا نواب استجمام؟ طيب. النصاب في مجلس النواب، النصاب في مجلس النواب وفي لجان مجلس النواب، يعني نحن نراقب مجلس النواب حتى يعرف الجمهور ماذا يقدم مجلس النواب، حتى إذا ما أراد أي من الأخوة النواب الترشح مرة أخرى لمجلس النواب أن يكون جمهوره يعلم ماذا قدم هذا النائب لجمهوره. وبالتالي في المجلس القادم كل مواطن يستطيع أن يطلع على بطاقات تقييم الأداء الخاصة بالنواب، موجودة على صفحتنا على الفيسبوك. راح تكون المواطن اللي بيرجع بينتخب النائب اللي ما كان أداؤه مميز، فبالتالي يتحمل مسؤولية، وبالتالي هذا مخرج المواطن. يعني لن أحمل لا مجلس النواب ولا الدولة ولا الحكومة إذا كان المواطن هو سينتخب مرة أخرى النائب الذي غاب 30% عن الجلسات. لن يعيد النائب. لكن النصاب للأسف الشديد، إحنا إحصاءاتنا الأولية، إحنا في نهاية إعداد تقريرنا، أكثر من 25% من الجلسات لم يكن لديها نصاب أو تم إنهاءها، آسف مشان العبارة تكون دقيقة، تم إنهاءها بسبب موضوع النصاب. موضوع النصاب أنا يعني في القوانين في المجمل العام، ما فيش تخصيص للموضوع. أنا عشان يعني اللي حكى سعادته إنه كيف يعني بلقي اللوم على الحكومة، طب أنت كيف بدك تقدر تضغط الحكومة وتعمل استجواب للحكومة وتسحب ثقة من الحكومة وأنت جلسة ما بتحضر، جلسات ما بتحضر؟ يعني أنا ما المهندس عاطف الطراوني نحط في مواقف يعني كانت صعبة جدا كرئيس مجلس النواب بسبب موضوع النصاب، يجد نفسه وانه فيش نصاب، بده يكمل التشريع فيش نصاب، بده يكمل. هذا امر محرج يعني كرئيس مجلس، انا بحكيش عنه بصفته الشخصيه، اي رئيس مجلس كان سيجلس كان يعاني هذه المعاناه. وقرت قوانين من غير نصاب؟ نعم في قوانين وقرت غير نصاب. انا ما عنديش اللجان كان فيها نصاب؟ اللجان احنا اخر فتره بطلنا نعمل احصاءات حقيقه، لانه وصلنا الى مرحله الياس من النصاب في اللجان. يعني اللجان للاسف الشديد كان هناك حاله تراخي بالدورتين الماضيات غير طبيعية، هناك يعني حالة تراخي غير طبيعية، يتزاحم النواب على التسجيل في اللجان، بل يتزاحم ويتصارع على التسجيل في اللجان، ولكن عندما تأتي الجلسات لا تجد أحد من النواب في لجان موجودين. في لجان لم تجتمع، نعم كثير من اللجان لم تجتمع، كثير من اللجان التي تعتبر جدا مهمة وتزاحم عليها النواب بل وتصارعوا عليها لا تجد إلا 5 أو 6 نواب من الأعضاء الذي يلتزموا في الجلسات. اضطروا اللجان إلى شيء اسمه اللجنة المصغرة حديثا، هذا كان آخر يعني التقنيات اللي استخدمت، اللجنة المصغرة حتى يستطيع أن ينجز القانون وتأتي اللجنة كلها وتقرر. تروح المجال ترد على اتهامات ضروري. ملايين وارتباطات. أولا إحنا ميزانية راصد في العام الماضي كانت عبارة عن 125,000 دولار، يعني 90,000 دينار فقط لا غير، وإحنا عندنا 7 موظفين بيشتغلوا على المجلس، فيدوب يكفن الرواتب يعني.
هذه نقطة رقم واحد. وإحنا ميزانياتنا معلنة ومنشرة وماخذين عليها موافقة من التمويل الحكومي حسب الإطار. أنا بحبش أرجع عيد نفس الكلام بس مشان نكون واضحين. تمويل منين؟ أي حكومة؟ تمويل آسف حسب من الحكومة الأردنية ماخذين تمويل. إحنا تمويلنا من الـ NDI والـ USAID بس ماخذين موافقة من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية حسب القوانين الناظمة لموضوع موافقة التمويل. وميزانيتنا كانت 90,000 السنة الماضية مش أكثر من هيك. النقطة رقم اثنين، إحنا عمرنا ما أخذنا نواب سفرة خارج الأردن لا استجمام ولا غير استجمام. في مؤسسات تانية قد يكون بس إحنا كراصد متتابعين المؤسسات الكبرى. لا إحنا ما لناش علاقة فيهم، إحنا كلاينا علاقة بالاستجمام ولا بغيره. إحنا بنقوم بعملنا كمؤسسة وطنية ضمن أجندة وطنية وأهداف وطنية لا نخرج عنها، وهدفنا في النهاية أن يطلع المواطن ويعرف الحقيقة. يعني شو هدف قناة رؤية أنها تقدم مثل هذا البرنامج؟ عشان توعي الناس وتقدم رؤية. بتيجي تلوم على رؤية تقول ليش بتجيب وبتقدم برنامج؟ إحنا كمان عندنا برنامجنا لجمهورنا الهابي. لا عندنا ملايين ولا عندنا ميزانيات ملايين. ليش عندنا 4,000 راصد؟ لأنه كان لابد أن يعرف المواطن حقيقة الانتخابات وأين حصل تزوير وأين كانت هناك نقاط إيجابية. طيب. وأنا بعتقد تقريرنا الأخير شهد على كل نقاط الضعف اللي صارت في العملية الانتخابية وكان شهادة تاريخية مهمة جدا. أداء مجلس النواب 17 بالمجمل كيف تقيمه؟ أقل من المتوسط. يعني متوسط ضعيف جيد ما فيش هي. يعني هذا المجلس كان لديه الرغبة في إحداث التطوير لكنه لم يمتلك القدرة. يعني إجابي يعني بقدر أقول إنه بين المتوسط والضعيف مشان ما أظلمه. يا سيدي حتى لا نصل إلى هذا اللي إحنا وصلنا له حقيقة هو شيء يندله الجبين. أنا أتمنى على الشعب الأردني في الانتخابات القادمة أن يختار الأفضل، أن يختار الأفضل من بين قرايبه وحبايبه وعشيرته. يعني في من عشيرته يعني في 4-5 يختار. طيب. أفضل واحد فيهم يا أخي. مهندس رائد. يعني لعل الله سبحانه وتعالى إنه يخرجنا من هذه البوتقة اللي يعني مثلاً. ضعيف متوسط جيد. والله في شقين، الشق الرقابي بدي أقول لك منتهي بالمرة. أما الشق التشريعي فهو واجبنا نقوم فيه ولا نشكر عليه. طيب نشوف نتائج سؤال شارك في نهاية حلقة هذه الليلة. سؤال شارك عبر تطبيق رؤية، كيف تقيم أداء مجلس النواب 17 بالمجمل؟ 4% جيد، 11% متوسط، و 85% ضعيف. أشكركم كل الشكر ضيوف الكرام، شرفوني بحضوركم. إلى هنا إذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة هذه الليلة من نبض البلد. رؤية كما عهدتموها كانت ولا تزال واستبقى دائما معكم، منكم وإليكم. نلتقي غدا، تصبحون على ألف خير. شكرا.